Everyday Heroes. محقق يقتل زبون مطعم مسلح. فتح محقق في وقت استراحته النار على زبون في مطعم في تشاينا تاون هيوستن، ذلك بعد أن تطور الخلاف بين الزبونين. التقى شابان بعمر 20 في مطعم ميان تايكوان الفيتنامي لحضور مباراة كرة قدم. بدأت السهرة ببعض الجعة والسجالات حول الرهانات على المباريات الرياضية. طلب صاحب المطعم من المحقق أنتوني بيت أن يساعده في حل الخلاف بين الاثنين، فرافقهما إلى خارج المكان. ذهب الاثنان وظن الجميع أن المشكلة قد انتهت، لكن أحد الرجلان عاد غاضبا إلى المكان وبدأ يطلق النار محطما زجاج المدخل الرئيسي. بينما ارتبك الزبائن، سحب المحقق الشجاع بيت مسدسه وقتل المسلح. هذا توماس نوين واحد من الشهود على الحادث، ويقول أنهم محظوظون لأن لديهم المحقق بيت، والذي يعمل منذ عام 2013. بكل الأحوال لا يسعنا سوى أن نقول يا لها من نهاية بشعة. TomoNews.net is throwing $100 bills of the 20 funniest comments on our website every month, only at TomoNews.net.